طيب، حساب في الجول بيتكلم على علي معلول، أصبح المدافع الأكثر تسجيلا في تاريخ المارد الأحمر في البطولة المحلية. علي معلول يصل لهدفه رقم 34 بقميص الأهلي في الدوري. علي معلول بصراحة يعني زي ما بيقولوا كده ملك الحلول، عامل أرقام ممتازة جدا منذ أن انضم للأهلي في 2016، أرقام وإحصائيات وأهداف وأسيست وحاجات كتيرة جدا علي معلول عملها مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وأكيد علي حريص على أنه يقدم الأفضل خلال الفترة الجاية. وامبارح كولر فضل أن يريح علي ما بين الشوطين ويستبدله في الشوط الثاني عشان يكون جاهز لمباراة القمة يوم الخميس المقبل. طيب، مباراة القمة، حساب يلا كورة اهتم وحب يعرف موقف الأهلي من طاقم تحكيم قمة الزمالك في الدوري. كلنا عارفين أن الزمالك كان أعلن وليس تقدم رسميا، أعلن من خلال وسائل الإعلام أنه عايز طاقم تحكيم أجنبي، ولكن على المستوى الرسمي الزمالك لم يتقدم بأي شيء ولم يطلب رسميا طاقم تحكيم أجنبي. الأهلي تركيز الجهاز الفني واللاعبين والإدارة على الملعب، مش عايزين يتكلموا خارج الملعب، وده اللي حصل حتى في مباراة نهائي افريقيا لو تتذكروا. وانا هنا قلت وطلعت قلت الاهلي مش هيتكلم على حكام مباراة النهائي، لا على الذهاب ولا على الاياب، والتركيز كله في الملعب. نفس الامر الاهلي لو سألت الناس، طبعا طاقم تحكيم اجنبي هيكون افضل شيء في ظل ان الموسم الحالي فيه اخطاء كبيرة، وطاقم التحكيم الاجنبي هيبقى فير على الجميع في ظل المشاكل التحكيمية اللي احنا شايفينها السنة دي. ولكن لما تسأل بقى على المستوى الرسمي هيقول لك حاجة واحدة بس، احنا مركزين في الملعب، كل تركيزنا في الملعب، عايزين نحسم الدوري، عايزين نحتفل بالدوري، عايزين نخلص الموسم بدري. فكل دي هي يعني الاتجاه او الكلام الاكتر اللي موجود داخل النادي الاهلي، التركيز في الملعب اكتر. اي حد تاني عايز يتكلم على حكام اجانب يقدم رسمي، مش كلام للشو او الكلام للاستهلاك المحلي. عايز حكم اجنبي يقدم رسمي ويدفع الفلوس، ما عندكش مشكلة قدم. طيب، كورة بلس، موقف بيرسي تاو من اهتمام نادي بيرلي وحاله واحده للرحيل عن الاهلي. كلام بدا يطلع كتير في خصوص فكره بيرسي تاو وممكن ينتقل ولا الكلام كله جاي من صحف جنوب افريقيا، يعني مفيش حتى صحيفه مصريه اتكلمت على ان بيرسي تاو عنده عروض او هو بيبحث عن عروض، لا الكلام كله جاي من خلال صحف جنوب افريقيا. والكلام اللي على من خلال بعض المصادر يعني ان النادي الاهلي اكيد بيفكر ان يؤمن مشوار بيرسي تاو مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وان لو متبقي في عقد بيرسي تاو سنه او سنه ونص من بدري ممكن نتكلم معاه على فكره الاستمراريه خلال الفتره الجايه. الراجل على فكره عنصر مهم جدا في التشكيله وفي اداء فريق الاهلي مع مارسيل كولر. الفتره اللي جايه كل شيء هيتم مناقشته بوقته عشان الحفاظ على القوام الاساسي، واللي بيعد من ابرز اللاعبين في القوام الاساسي بيرسي تاو. طيب، كوره بلس، كولر يرحب بعوده صلاح محسن لدعم الهجوم. طيب، في تصريحات لكولا براس، مصدر قال لكورة بلاس ان كولر رحب بعودة صلاح لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد. وانا من خلال معلوماتي بقول لكم ان كولر في اسماء كتيرة جدا من اللعيبة المعارة اتعرضت عليه، والاهلي عنده عدد كبير جدا من اللاعبين المعارين خارج مصر، او قصدي يعني في الدوري المصري، ولاعبين اجانب حتى كمان زي ميكيسوني او حتى والتر بوالي. الاهلي بيشتغل على محورين، محور ان في عروض لبعض هؤلاء اللاعبين ممكن يستمروا في انديتهم، وممكن يتم تجديد اعارتهم لانديه اخرى، وممكن يتم الاستغناء عن بعض هؤلاء اللاعبين. طيب، صلاح محسن لاعب في انبي معار خلال هذا الموسم، وفي بند بيسمح لانبي ان هو يشتريه بعد فتره معينه، ولكن الاهلي فضل ان خلال الفتره الحاليه يستعيد صلاح محسن عشان حاجتين. اولا، لو في عرض افضل ممكن ينتقل ليه الفتره اللي جايه افضل من عرض انبي، يبقى الاهلي يستفيد ماديا اكتر من القيمه اللي موجوده في عقد الاعاره بالنسبه لانتقال صلاح محسن. ده واحد. اتنين، صلاح محسن بعد ما يرجع من الاعاره هيكون تحت امر الجهاز الفني، وفي حاله التعاقد مع اكتر من راس حربه اكيد هيكون في اعاره لصلاح محسن. طب لو ما فيش تعاقد مع اكتر من راس حربه واكتفيت براس حربه اجنبي بس مع وجود كهربا ومحمد شريف، ممكن كولر وقتها يشوف ان صلاح محسن يكون موجود كلاعب مهم جدا مع الفريق الفتره الجايه. وبالتالي الاهلي بيفكر للفتره الجايه وبيخطط في كذا محور، اولا ناحيه ان الاهلي يستفيد ماديا، والناحيه الثانيه ناحيه فنيه تتعلق باختياراتك في الموسم الجديد ازاي هتتم، وازاي ممكن تستفيد بصلاح محسن للموسم اللي جاي، هل ماديا ولا فنيا، ولكن ده يتوقف على التعاقدات اللي هتتم خلال الفترة الجاية عشان دعم خط الهجوم. أعتقد شرحتها بشكل كويس، لأن أنا عارف الفترة الأخيرة في ناس كتير بتتكلم على مسألة عودة بعض اللاعبين والأمور مش واضحة للكل، وأنا عارف الجمهور بيحب يهتم بالتفاصيل دي في الموسم اللي جاي.
طيب المصر الرياضي بيقولوا ديخية يحسم مصير محمد الشناوي من الرحيل للدوري السعودي. المصدر يعني او الصحف السعوديه اتكلمت ان في حال انضمام ديخية لصفوف النصر سيكون الشناوي خارج حسابات النادي السعودي، وفي حال انتقال الحارس السنغالي مندي لصفوف اهل جده سيتم الصرف النظر كذلك من جانب اهل جده على انتقال الشناوي. وانا عايز اقول لكم نقطه مهمه جدا، بما ان مفيش حاجه رسميه اصلا في هذا الشان، جميع الصفقات والتعاقدات اللي بتتم في السعوديه لضم ابرز اللاعبين الاجانب او اللاعبين اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه الكبرى بتتم من خلال صندوق بيبقى حريص على دم افضل اللاعبين لاكثر من نادي سعودي في الفتره اللي جايه. الهدف الاساسي بالنسبه لهم ضم افضل العناصر اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا في اوروبا. يوم ما بيفكر ممكن يضم لاعب من الدوريات العربيه، ده هيتم في المرحله الاخيره من التعاقدات بعد حسم مساله التعاقدات مع اللاعبين الاجانب اللي هم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه سواء لاعيبه افارقه او لاعبين اوروبيين. فكره ان في لاعب او حارس سنغالي زي ديمندي ممكن يلعب في اهل جده ده وارد جدا بنسبه كبيره. كان في كلام برضو كمان على ساديو ماني على فكره ممكن يروح اهل جده، في كلام دلوقتي على ديخية ممكن ينتقل للنصر السعودي. كل ده هنعرفه الفتره الجايه، ولكن على المستوى الرسمي انتقال هؤلاء اللاعبين بيتم من خلال صندوق استثماري متعلق بدعم الانديه السعوديه عشان يعملوا ابرز او يعني انتقالات لابرز اللاعبين الاجانب في الدوري السعودي. فيما بعد اذا فشلت صفقه اي لاعب من اللاعبين الاجانب المحترفين في اوروبا اكيد هيكون في الاهتمام بابرز اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات العربيه، ولكن رسميا مفيش اي حاجه وبنسبه كبيره الشناوي مكمل مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اليوم السابع الاهلي يضع الرتوش الاخيره على صفقه خليفه علي معلول في الجبهه اليسرى. نفس الامر زي ما كنت بتكلم في جزئيه صلاح محسن، انت عندك اكتر من لاعب معار في هذا المركز، عندك محمد شكري وعندك محمد اشرف حاليا موجود في الفريق وعندك علي معلول، فلسه في كلام في مساله التدعيمات بالنسبه للفتره اللي جايه، ولكن ان شاء الله الاهلي يقدر ينجز هذا الملف بدري جدا عشان القايمه الافريقيه خلال الشهر اللي جاي. حساب اليوم السابع الاهلي يستعد لوداع اللاعب الثالث في قائمه الراحلين بعد حمدي وسافيو. كنا عارفين ان حمدي فتحي خلاص انتقل للوقرة القطري، وبرونو سافيو البرازيلي رجع لنادي السابق بوليفار البوليفي. يعني في كلام خلال الساعات اللي جايه برضو ان في اتجاه بنسبه كبيره شادي حسين ينتقل لاحد الانديه الصاعده للدوري الممتاز، ولكن في التوقيت المناسب لما بيتم كل هذه الاتفاقات النادي الاهلي هيعلن بشكل رسمي.